اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، كما كتشوفوا ان شاء الله اليوم غنشارك معكم هذا الدرس، هذا الطريقه كيفاش كنخدمو. كما شفتوا تيجي مزيون، تيجي من هنا من الداخل لهذا الشكل. غير تبعوا معي وان شاء الله باش تشوفوا الطريقه والمراحل. من بعد ما ثبت لكم ديالي، انا هنا ما غنستعملش الحبكه حيت عندي الرنده، خديت الخيط مبروم على ثلاثة من الابره نمره 8، وغندخل هذا العقيق في هذا اللون. بسم الله نبداو. اول حاجه غنجي غنضرب ابره في الغرزه الاولانيه، انا في هذا الدرس كنستعمل الدقه ديال الرنده، تنعملش الدرس ديال واحد. ونرجع نضرب في الغرزه الثانيه، من بعد نجي هنا في هذه الغريزه اللي عندي هنايا، نخشي فيها الخيط على هذا الشكل ابره. من بعد نرجع لهذه العوينه اللي عندي هنا، من بعد نجي لهذه العوينه اللي عندي في الكم، نجي هنا لهذه الغرزه، نزيد هنا، حتى كنكون الهرم ديالي. نجي وتاني هنا، كيفما شفتو هذا الهرم ديالي خصني يكون متكون من أربعة ديال الدريجات. هذا هو الهرم كيفما شفتو، يعني أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة ديال العوينات هما كملتهم. دابا غنضرب هنا، غنجي غنقز غرزة وغنضرب هنا، من بعد ناخذ عقيقة نعملها على هذا الشكل، غنجي غنحسب اللي ضربنا منه هنايا واحد، غنضرب في الثانية على هذا الشكل، ومن بعد غنزيد نضرب وحدة هنا. ودابا اش غنعمل، غنرجع غنضرب في اللي ضربت فيها هنا، هاد الغرزة هادي اللي كنت ضربة فيها، غنزيد غنضرب فيها على هاد الطريقة، نخلي الخيط مرخوف واحد شوية باش غنحبك عليه، ومن بعد غنجي الخيط وغنردو هنا، وتاني نخليه مرخوف وغنبدا نعمل الحبكه على هذا الشكل.
من بعد ما حبكت عمرت الخول اللي كان عندي كامل، غنجي غنضرب هنايا في هاد العوينه وغنقص عوينه وغنضرب هنا وغنبدا نعمل هرم. يعني بحال اللي عملت في الاول غنعمل دابا ونبقى مستمرة على هذا الشكل. غير تبعوا معي ان شاء الله حتى تفهموا مزيان وتستفدوا. كما قلت لكم ان الهرم ديالي تنخدمو بالغرز ديال الرنده، يعني ما تنعملش هذاك الشكل ديال واحد الدرس فيه ديال واحد. من بعد ما كملت 4 ديال الطلعات ديالي، دابا ندوزو باش نعملو عقيقة. نضرب هنا ونخلي غرزة ونجي نضرب هنا ونجي نعمل عقيقة في نفس الشكل. نخلي هنايا مثلا نحسب العوينات، نخلي واحد جوج وغنضرب في العوينة الثالثة، من بعد غنجي غنطلع للرابعة غنضرب فيها وغنرجع هنا نخلي الخيط مرخوف شوية ونجي نرجع هنايا ونعمل حبكة. انا غنبقى مستمره حتى غنكمل ونرجع ان شاء الله باش نعملو درس ديال واحد. كيف ما شفتوا معي من بعد ما كملت لكم ديالي، كنت انا بديت هنايا ولكن بقى لي غنشارك معكم هنايا. كناخذو خيط، انا هنا كما قلت لكم غنستعمل لون اخضر مبروم على 3 ديال الشعرات. غنجي وغندخل في هاد العوينه اللي عندي هنا، من بعد غنضرب هنا في هذا ديال المثلث في هذه العوينه. انا هذا الشكل غنجي هذه العوينه اللي فتحت هنايا ونعمل واحد جوج، ندور جوج مرات على الابرة ونجور، من بعد نرجع نخلي الخيط على هذا الشكل نرجع ونضرب هنا وغندور على هذا الشكل. وثاني هذه العوينه هنا ونجي هنا ما بين هادي وهادي ونعمل واحد جوج ونبقى نكمل الغرزات اللي عندي كاملين، واحد جوج على هاد الشكل وتاني في هاد الغرزة وهاد الغرزة اللي عندي هنا على هاد الشكل. من بعد غنجي غنضرب الخيط هنا ونجور
صافي. من بعد هذا غنعقدو هنا، غنعقدو من هذا الاتجاه. نزيد نشارك معكم وحده، عاوتاني نفس الشكل اللي عملناه في الاولانيه غنعملوه دابا، غنضربو في هاد الخاويه اللي كتكون عندنا هنا. ونضرب غرزه هنا، واحد جوج، ونطلع الابرة، نرجع نضرب هنا، عاوتاني نجي هنا لهاد الغرزه ونعمل ندور على الابره واحد جوج، ونبقى مستمره حتى غنكمل الدرس ديالي كامل على هذا الشكل. كنتمنى ان الدرس يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا. كيفما شفت مع الدرس ديالي كيف كيجي، هذا هو الشكل ديالو النهائي. كنتمنى انه يعجبكم، وشكرا على المتابعه.